السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الليت الحارق، أقوى ليت في العالم، ويحرق وحار جدا، وفي بنكات لتطفيته، ومن أغلى ليتات عقوتهم لامبورغيني أوف فلاش لايت MS18 إميلنت 100,000 LM، قوة الإضاءة 100,000، تخيل. طبعا يعطيك مع كفالة 5 سنين، وهذه الموقع www.emled.com تقدر تاخذه من ايباي ب600 وشي دولار، 665 يمكن. شوف البوكس بروحه كافي، وطبعا ثقيل جدا، غصب ماسك نفتحها. طبعا الليت حارق، العلبة جميلة مثل ما نشوفها زرقاء، هذا الشحن، يعطونك مع هذا عشان سبير لانه يصير حار جدا فيخترب، فشتي حاطين 2 سبير. طبعا ما ينفع حق دولة الكويت لانه حار، ينفع حق الدول الباردة اذا تبي تشغل، يعني تستخدمه مو بس تكشخ فيه وتتفلسف على الناس، اذا تبي تشغله وتمشي فيه لازم دولة باردة لانه يحر بسرعة، ويعطيك انذار هني. طبعا معاه هذا عشان اذا تمسكه. نشيل البوكس راح نوريكم شلون يحرق. اول شيء راح نسوي الحريقة، بعدين طبعا قوة اضاءته نضغط مرتين ويسب اقوى شيء. انا اغمض عيني طبعا لانه يعني طلع الدخان بدا يطلع، قاعد اشوف من الفيديو لانه صراحه ما اقدر اطالع حتى المكان فعليا، يمكن الفيديو مو واضح لان الايفون فيه هذا، شوف الدخان، شوف شلون يحرق. طبعا اذا تممت وايد راح تصير نار، انا ما نبي ما نبي هذا الشيء. طبعا من اقوى الليتات، وفي مروحتين عشان يبرد بس مو ما تلحق. طبعا الحين عمليه تشغيله نضغط مرتين يصير 100,000. طبعا من الاباجوره تقدر تشوف شلون قوي، من الاباجوره هذه الجره قصدي، شوف شلون ما تبين الاضاءه كذي بالصدق، بس الفيديو الله يسامحه الاوتو ادجست مال ما يخليك تشوف عدل. في هذه ضغطها مرتين طبعا صار حار، اعطاني تو انذار. الحين اذا بنشغله طقه واحده 700 LM، في تحكم يعني تبي ضعيف عشان اذا تبي تلعب فيه، يعني تبي تشوف فيه بدون ما يحر حق الكويت ينفع. تبي اقوى هم ينفع يصير. لحظه تضغطها مرة طبعا راح يعطيك القوة، وراح يعطيك كم الشحن، هم هو 17 أو 16، الحين 15. هذه الحرارة يعني انها حار. اذا تبي تشغل بانكة تضغط عليه 4 مرات، 1 2 3 4، بدون ما يشغل ليت بس المراوح عشان يبرد. فاتقع عشان يبرد هني، هذا يطلع لك حاطينك هوت، يعني العلامة اللي طلعت لي توا، فخل خلي شوي يبرد. عم اوريكم الديتيلز، هذا من ورا شوف بسرعة حر، ما ينفع، لازم دولة فيها ثلج، ما ينفع كلش. هذا البلوكزين هني تحطه، هذي عشان يسكره من المعدن. فعشريته وتحسفت انا، ما توقعت يحر بهذه السرعة، بس حلو اذا تبي تتشيح عطفي. حاجتهم لامبورغيني فلاش لايت، اللي عنده الكوليكشن من فلاش لايت هذا ينفع معاكم. 18 ليت من فوق، اعتقد 18 عندهم، ماني غلط بعد، اعتقد 18 و19. المروحتين للاسف الغباء فيهم مسوين مروحه تشفط ومروحه تطلع، لو حاطينهم اثنيناتهم يشفطون يصير اقوى والله اعلم. يعني انا اقول كذي، ان هذه نفس سرعتها هذه، فشوف اقدر هذه تشفط وهذه قاعد تدز لها، نفس الشيء كنا حاطين مروحه واحده، ولو حاطين مروحتين يم بعض كان صار افضل. طب طيب في البنكه تضغط مره واحده، احنا ما قلنا تبي تشغل للاضعف يعني درجات تضغط مره، تبي تقوي تضغط مرتين، لا مرتين العودة، خربطت انا للاسف قاعد فلسف وخربط. تضغط مره هذه 500، بعدين تم ضغط اكثر، بعدين تم ضغط اكثر، تم ضغط 30,000 لا يطفي، 60,000 اعتقد اكثر شيء، بعدين يروح يرد 700 مرة ثانية، بعدين تم ضغط
200 بعدين تم ضغط 5000 10000 كذي. إذا تبي أقوى شيء 100000 تضغطه مرتين، هذه 100000 هل تحرق ومو حق اليهال وخطر جدا وقوي، ولا تعمي إذا حطيت على عين أحد، مو تروح تأخذه وتشتري. أنا ممكن ما كنت بسوي ريفيو، مو تروح تأخذه وتشتري وإذا واحد شاب عليك الفلاش تعطاه ذا بعينه، لا يبقى تعمي الناس، فهذا خطر جدا. اسمه MS18 Emulant، اكتب بس MS18 فلاش لايت يطلع لك على طول. باتري باتي باك من اجمل الليتات ارواحهم، حبيت اوريكم اياه. وشي غريب جدا ان الليت يحرق، يعني معروف بالليزر يحرق بس الليت اللي يحرق ما مر علي من قبل. شكرا لمشاهدتكم. هاي الشركة طبعا من اقوى شركات الفلاش لايت، في يعني ديزاينز احسن من هذا بس اضعف طبعا، هذا اقوى شيء، توب توب التوب هذا. فشكرا لمتابعتكم، سووا سبسكرايب، لحقوا انستغرامي ويفر اوف نايت ميرز WEAVERONIGHTMARES ويفر اوف نايت ميرز. Thank you for watching, subscribe and thumbs up and click the bell، ضغطوا على الجرس.